مشاهدينا أينما كنتم، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار نقدمها لكم من الجزائرية الإخبارية. بداية، تدخل اليوم حيز تنفيذ المرحلة الأولى من خريطة الطريق للخروج من الحجر الصحي بصفة تدريجية ومرنة في آن واحد، حيث تشمل خطة الاستئناف التدريجي للأنشطة التجارية والاقتصادية، محلات الإطعام السريع عن طريق حملها، حرفي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة، وكالات السفر، الوكالات العقارية، المرطبات والحلويات، تجارة الأفرشة والأقمشة التأثيث، تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، بيع مستحضرات التجميل والنظافة والمرشات باستثناء الحمامات، إضافة إلى نشاطات أخرى. وسيكون استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية مشروطا بالتقيد الصارم في أماكن العمل والتجمعات بتدابير صارمة للوقاية الصحية. أكد اليوم الدكتور محمد يوسفي مدير مركز الأمراض المعدية بمستشفى بوفريك خلال تدخله في برنامج هذا الصباح، أكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحتياطية الضرورية موازاة مع دخول المرحلة الأولى من رفع الحجر الصحي حيز التنفيذ. نرانا في المسار كما يقولوا الإيجابي، لكن هذا باش نخرجوا ونعطيوا كل كما يقولوا الفرص للجزائريين ولعمال الصحه باش نخرجوا من هذا بسلامه، احنا ماذا بينا الانضباط والاحترام نتاع هذا. اعطيتك مثال اللي مات، كي ما يكونش عدم احترام نخلصوها ثمثم، نخلصوها ثمثم مباشره. شفنا وحتى في الاحصائيات اللي حبطنا تحت ال 100، وهذه الايام الاخيره نعاود طلعنا رانا 115 وقادرين نزيدوا نطلعوا إذا كملنا في هذه التصرفات هذه، وخاصة احنا أمام كما التسريح عدة نشاطات تجارية وعدة نشاطات. في جديد الوضع الصحي ببلادنا، سجلت أمس 115 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10050 حالة مؤكدة، في حين يزداد عدد المتمثلين للشفاء يوما بعد يوم، حيث بلغ 6631، من بينها 178 حالة تماثلت للشفاء خلال 24 ساعة الماضية. هذا فيما سجلت أمس 8 وفيات، يصل العدد الإجمالي إلى 698 حالة وفاة، رحمهم الله جميعا. وفي ميدان البحث العلمي، استطاع طلبة وأساتذة من جامعة وهران من تصنيع جهاز للتنفس الاصطناعي لمساعدة الأطقم الطبية في العناية المركزة وتخفيف الأعباء على الخزينة العمومية في حال توسيع الإنتاج. أم كلثوم قبل زارت المخبر وعادت بالروبورتاجية التالي. بوسائل بسيطة وإمكانيات محدودة، استطاع طالبين من الجامعة بوهران وبإشراف أساتذتهم من تصنيع جهاز تنفس اصطناعي خاص لمرضى كورونا والأمراض التنفسية. المشروع من البداية حتى النهاية كان يدوي 100%، يعني قمنا بكل الأعمال يدويا بواسطة أدوات يعني متوفرة في السوق، ويعني كان في صعوبات والحمد لله ما توقفناش وواصلنا في هذا العمل. بدينا باللوح، من بعد بدينا نطوروا في موديل حتى وصلنا لهذا. هيا وان شاء الله رانا باغيين نخدموا كيسون خط اخر بالالومنيوم ويكون 100% ان شاء الله جزائري. الجهاز التنفسي بمعايير دوليه تم تصنيفه عبر مراحل وبنماذج مختلفه، ومرحله تلو الاخرى تم تجسيد هذا المشروع على ايدي ادمغه جزائريه. جات مناسبه في هذا الاطار تاع جائحه كورونا، شفنا باللي فيه آلات يعني في الخارج عاملينها سكون ابل اوبن سورس، يعني عاطين الرسومات ومعلومات عليها. قلنا لماذا حنا نحاولوا هنا نقوموا بالتصميم تاعها والتصنيع. كاين كفاءات في هذه الجامعه، وكاين ناس حابين يخدموا ويطوروا هذه الجامعه ويخرجوها من القوقعه تاعها، اللي هو في إنجاز بعض المشاريع. كفاءات بإمكانها الاختراع والإبداع، تنتظر الدعم والاهتمام أكثر. وفي الشأن التربوي، شرعت المؤسسات التربوية في استقبال ملفات التلاميذ الجدد والخاصة بالموسم الدراسي المقبل. عينتنا في النشرة من ولاية قسنطينة مع أمينة معطوش.
مع انطلاق التسجيلات المتعلقة للتلاميذ الجدد في الأقسام التحضيرية والأقسام السنة أولى ابتدائي، تدابير احترازية ووقائية وضعتها مديرية التربية بقسنطينة تماشياً والوضع الاستثنائي لهذا الموسم، والعينة ابتدائية موسى بن نصير أين وقفنا على مدى الالتزام بهذه الشروط. كي دخلنا يعني لقينا مكتب توجيه اللي وجهنا اللي عطانا الاستمارات وعمرناهم باش تقدمنا بالملف. محترمين شروط الوقاية كما التباعد استعمال الجل، حتى من الأولاد قالوا لنا ما تجيبوهمش، ممنوع يجيو الأطفال المؤسسة. حتى الوثائق سهلنا على الأولياء، اكتفينا بالاستمارة الخاصة بمعلومات التلميذ والتي نستعملها في الرقمنة. ومن خلال هذه التسجيلات يتوقع التحاق ما يفوق 9000 تلميذ جديد هذه السنة بالولاية. تعقيم هذه المدارس كلها لاستقبال الأولياء في التسجيل، عندنا تقريبا 9600 تلميذ جديد هذه السنة و 7200 تلميذ في الأقسام التحضيرية، مع أن هذه الإحصائيات تبقى إحصائيات تقديرية. فالكل مجند لاستقبال الأولياء على مستوى المؤسسات التربوية التي تفوق 400 مؤسسة وسط ظروف احترازية ووقائية طيلة هذا الشهر من التسجيل. وضمن الجهود التضامنية وزعت مديرية التربية لولاية تيسمسيت أكثر من 45 لوحة رقمية ذكية تحتوي على تطبيق ذكي يساعد أبناء الولاية بمناطق الظل على مراجعة دروسهم. من تيسمسيت يوسف طفر. مفاتيح النجاح تطبيق يتلائم مع جميع الأجهزة الذكية، مصمم بلغة جافا، سهل يناسب جميع الأدوار الدراسية، يحوي على 2000 حصة مصورة، ويتضمن دروسا موجهة للفصل الثالث من السنة الدراسية الحالية. ثمن كيما هكا مبادرة، كاين الناس بزاف ما يقدروش يتواصلوا، ما يقدروش يشوفوا دروس كيما هكا، سيغتو الناس اللي يكونوا دي زونديكابي كيما انا باغ اكزومبل افيغل ولا، وناس اللي ثاني في مناطق الظل اللي ما عندهمش الانترنت. نشكر كل الطاقم التربوي الذي سهر على هذا العمل الجبار والذي يتمثل في تقديم لوحة رقمية تتضمن برنامج تربوي كامل. المبادرة اللي قامت بها مديرية التربية نهار اليوم هي خاصة بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية فيما يخص تغطية مناطق الظل، والعملية شملت اليوم 45 نقطة ظل خاصة بولاية تيسمسيلت، تشمل أبنائنا التلاميذ اليتامى المعوزين ذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك مجموعة من العمليات التي سوف نحاول أن نغطيها في الأيام المقبلة إن شاء الله باش ما بتبقى حتى نقطة ظل في ولاية تيسمسيلت إن شاء الله. مبادرة أبناء قطاع التربية بعاصمة الوانشاريس تيسمسيلت تستحق كل التشجيع وتنويه، لأن التطبيق سيكون لفائدة جميع تلاميذ المدرسة الجزائرية. يوارى الثرى اليوم بمقبرة مخيم سمارة جثمان القيادي الصحراوي الراحل محمد خداد المنسق السابق لجبهة البوليزاريو مع بعثة المينورسو للأمم المتحدة، وقد كان في استقبال جثمان الفقيد أمس بمطار تندوف على متن طائرة خاصة قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد وفد صحراوي هام يقوده وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد سالك، إلى جانب السلطات المحلية لولاية تندوف وعدد من ممثلي المجتمع المدني. وبخصوص جائحة كورونا في العالم، ارتفعت حصيلة الإصابات إلى أزيد من 6,700,000 حالة ووفاة 400,000 شخص، بينما تعافى ما يقارب 4,000,000 عبر 196 بلدا، وهذا منذ بدء انتشار الوباء، فيما لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر المشهد العالمي من حيث الإصابات، تليها بريطانيا فالبرازيل. دوليا دائما ومن لندن إلى سيدني مرورا بباريس وواشنطن، آلاف المتظاهرين تجمعوا أمس احتجاجا على الممارسات العنصرية تجاه السود وتنديدا بوحشية الشرطة الأمريكية، وفيما اختار المتظاهرون الأمريكيون الطريق المؤدي إلى البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، احتشد الآلاف في ساحة مبنى البرلمان البريطاني بلندن رافعين لافتات مطالبة بالعدالة
كما عرفت ساحة لا كونكورد القريبة من مبنى السفارة الأمريكية في باريس تجمع المئات من المتظاهرين مرددين شعارات حياة السود مهمة، في حين ارتدى الألمان ملابس سوداء كرمزية للتنديد بوحشية الفعل العنصري. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالة طوارئ في منطقة شمال سيبيريا بسبب تسرب أكثر من 20,000 طن من الوقود في نهر أمباريا نايا وتحوله إلى اللون الأحمر في كارثة بيئية تهدد بإلحاق أضرار كبيرة بالقطب الشمالي. هذا وفتحت لجنة حكومية تحقيقا في الحادث، كما اعتقلت مدير الشركة في واقعة تعد الأكثر في التاريخ الروسي الحديث. في الرياضة ولحساب الجولة 30 من دوري الألماني، واصل بايرن ميونخ تصدر الدوري ويقترب من حسم اللقب. يقول عمر جمحي. وبرباعية كاملة مقابل هدفين، رغم البداية القوية لليفركوزن أين تمكن لوكاس من الوصول إلى شباك نوير في المركز الثاني وعلى مقربة من الرائد. نعود إلى الوطن وبالضبط إلى ولاية جيجل التي تعد من ضمن الولايات السياحية الهامة التي تعرف بتنوع سياحي كالسياحة الإيكولوجية والسياحة الجبلية. وحضيرة تازا من ضمن المواقع السياحية الإيكولوجية ومن ضمن المحميات الطبيعية التي تشد شغوفية السياحة الجبلية بهذه المنطقة. زيارتنا إلى هذه الحضيرة مع عبد العزيز رحيم بقلم صوفيا العنقود. على بعد حوالي 20 كيلومترا عن مدينة جيجل تقع أيقونة طبيعية ساحرة، مساحة غابية شاسعة بجبال شاهقة تطل على واجهة بحرية. تلك هي الحضيرة الوطنية تازا التي تتربع على مساحة قدرها 5,000 هكتار. لدينا اختلاف في المادة البيولوجية التي تعطي التنوع المنظري في المنطقة، بالإضافة إلى تنوع الحيوانات البرية. من بين المناظر التي نراها هنا المناطق الرطبة والساحلية. خصائص طبيعية أهلت تازا لتصنف كمحمية حيوية عالمية من قبل منظمة اليونسكو عام 2004. شريط ساحلي بشواطئ صخرية ورملية زاد المنطقة جمالاً مما جعلها وجهة سياحية بامتياز. بهذه المناظر الطبيعية الخلابة نختم نشرة اليوم. شكراً على حسن الإصغاء والمتابعة. المواقع الإلكترونية في الخدمة، في أمل الله.